السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غنحضروا مع بعض الدال اللي هي عبارة عن واحد لاشوب، اي شوربة كتجي هندية وكتجي رائعة خاصة في فصل الشتاء. اذا نخليكم مع المقادير وطريقة الاعداد. اذا بالنسبة للمقادير كنحتاج هنايا 200 حتى 250 غرام ديال العدس اللي سبق لي غسلته ونقيته. هذا العدس الاحمر كنحتاج ليها 500 مليلتر ديال الماء العادي، كنحتاج 3 معالق كبار ديال الزبدة، 2 حبات ديال طماطم مطيشة، وحبة واحدة صغيرة ديال البصل قطعتهم هكا مكعبات. بالنسبة للتوابل فكنحتاج شيلي مجفف او لا طري، كنحتاج بص واحد ديال الثوم، 2 معالق كبار ديال الزنجبيل، سكنجبير الاحسن نعملوه هكا طري، كنحتاج معلقة صغيرة ديال الكمون، ملعقة صغيرة او لا نص ملعقة صغيرة ديال الشيلي بودخ، الفلفل الحار، وكنحتاج كذلك الملح حسب الرغبة. انا هنا غندير معلقة صغيرة، الى جات ما ملحاش غنضيف الملحة. وكنحتاج كذلك معلقة صغيرة ديال خرقوم كركم. اذا اول حاجه غنعمل هي غنشعل على البوطه وغنعمل هذا العدس يطيب. اذا غنضيف عليه الماء، الماء ما غنضيفوش كامل، الى احتاج الماء غنضيفو حتى نصف لتر. اذا في الاول غنضيف غير القليل من الماء. اذا الان غنضيف كل من الزنجبيل، ونضيف ثوم، ونضيف الملح والكركم. اذا غنغلق عليه ونخليه حتى ينضج، ولا احتاج الماء فغنضيفه. اذا هنا كناخذ كاسرول كنعمل فيها الزبده كتبدو، كنضيف ليها كل من الشيلي المجفف وطري وكذلك الكمون، وكنضيف كذلك البصل على هذيك الزبده اللي سبق لي دوزتها، كنخليه حتى كيكبر البصل، وغنضيف ليه كذلك حبتين ديال الطماطم ونخليه جانبا حتى ينضج. انا كنفضل هاد لاصوص كنلصقها بهاد الباكيت هاد الخبيزات. اذا باش غنسميهم كنسميهم بالزبدة مذابة، كذلك شيف او الزيت. انا عندي هنا مجفف نقدر نعوضو حتى بالطري، وكذلك بالثوم مجفف. اذا كندمج العناصر مع الزبدة وغندير ليهم هاد الباكيت كيفما كتشوفو معايا، وغادي ندخلهم للفرن على درجة حرارة 180 من أعلى ومن أسفل لمدة 10 دقايق حتى كيتحمرو. وملي كيطيبو الخليط ديال البصل والطماطم وكذلك العدس حتى هو كيطيب، إذا فكنضيف الخليط على العدس وكنخليه 5 دقايق حتى كنزلو مع بعضياتهم، وكنقدموه ساخن كنشتموه بالبقدونس. أنا نشتموه بالبقدونس مفروض، وبالصحة والراحة.